معانا النهارده نموذج ملهم لطالبه اتحدت كل الصعوبات عشان تكمل دراستها، الطالبه اسراء وحيد، طالبه بتعاني من مرض ضمور العضلات اللي بيأثر بشكل كبير على حركتها، خصوصا طبعا وهي بتتنقل بين المدرسه وبين الدروس. برغم كل الصعوبات دي قدرت اسراء انها تجيب ما شاء الله 91% في الثانويه العامه، وطموحها دلوقتي هو انها تدخل كليه صيدله. ما شاء الله، حاجة والله تدعو للفخر فعلا. ومهما كانت التحديات والصعوبات، لكن حد حاطط هدف قدامه فأكيد هيوصل. احنا عايزين نتعرف على رحلتها دلوقتي طبعا في التعليم وازاي حققت هذا النجاح الكبير. معانا على التليفون الطالبة إسراء وحيد. صباح الخير عليك يا إسراء، وألف ألف مبروك يا إسراء. صباح الفل. طب نقول يا دكتورة إسراء إن شاء الله بعد ما تقبلي في كلية صيدلة. صباح هترد الفل دلوقتي. هترد دلوقتي. أيوة. ما شاء الله، طبعا نموذج ده لازم نشير إليه ونعرف السادة المشاهدين أنه مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات، طالما أنت عندك هدف وبتسعى وبتذاكر وبتجتهد ونفسك تكون حاجة، فطبيعي أنك هتوصل اللي أنت عايزه طالما حاطط في دماغك حاجة زي دي. أكيد، خصوصا بقى لما تبقى فعلا حاسس بأن الموضوع فارق معاك، وحاسس أن الموضوع قضية بالنسبة لك، أنت عايز تحقق حاجة واللي حواليك كمان يكونوا بيدعموك، أعتقد أن ده بيفرق جدا. خلينا نشوف ممكن إسراء تقول لنا. دكتورة إسراء بقى، أنا عجبني أن أنت قلتيها دكتورة إسراء. أيوه. فهترد دلوقتي إن شاء الله. دكتورة إسراء صباح الفل. صباح النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. ألف ألف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. طيب احكي لنا بقى، أنت عايزة تدخلي صيدلة مش كده؟ إن شاء الله. إيه السبب بقى في كده؟ اشمعنى صيدلة؟ أنا بحب أدرس الحاجات دي، بحب أدرس يعني مثلا ليه لما بحب أدرس الأدوية، ليه مثلا الإنسان لما بيتعب إزاي وإزاي نعالجه وكده. يعني أنا عندي طموح كده من زمان إن أنا أدخل يعني كلية طبية. أنا أصلا كنت عايزة أدخل طب بشري، بس لقيته 7 سنين يعني وكده. طيب قولي لي بقى يا اسراء، انا اعتقد 7 سنين دي ما توقفكيش ابدا بعد المجهود الكبير اللي انت عملتيه ده والاصرار اللي احنا شفناه منك، ما شاء الله عليكي، فاعتقد دي ما توقفكيش ابدا. لكن خليني بقى ارجع معاكي شويه كده لورا، انت كنت مصره تكملي في التعليم وتوصلي لمرحله الكليه، وكليه عمليه مش كليه كمان من اللي ممكن تكون اسهل شويه. ليه كنت مصره كده، وليه كنت فارق معاكي الكليه دي قوي كده؟ كده عشان هو انا من وانا صغيره وانا عندي الطموح ده. طيب فقدنا الاتصال للاسف بدكتوره اسراء، لكن اخر كلمه كانت بتقولها الطموح. من وانا صغيره كان عندي طموح ان هي تبقى دكتوره. طبعا قالت ان هي عندها يمكن عشان بس مستصعبه عدد السنين، اللي هو المساله مش مساله تحديات طبعا، لكن عدد السنين كتير عليها شويه، فهي قالت تدخل صيدله. كمان انت اشرت نقطه مهمه جدا ان هو عندها هدف يا منى، فهي عايزه تحقق هذا الهدف ومهما كانت التحديات والصعوبات، لكن هي قدها. أنا عايزة أقول إن في ناس بتقعد سنين السنين وهي لسه مش عارفة تحط هدف، لكن فكرة إن حد يكون صغير في السن زي إسراء ما شاء الله عليها وهي حاطة قدامها حاجة وتبتدي تسعى وما شاء الله توصل لها، أعتقد دي حاجة مش سهلة. لأن يعني فكرة تحديد الهدف وإنك تلاقي حاجة ونقطة تستند عليها، دي مش سهلة خالص. لا، وكلية كمان أنتِ قلتي كمان كلية محتاجة عملي، يعني محتاجة حاجات كتيرة ومحتاجة تفاصيل كتيرة برضه هنعرفها دلوقتي من إسراء. رجعت لنا يا إسراء، سمعنا؟ أيوه. طيب كنت بتقولي إيه يا إسراء دلوقتي؟ أنا من وأنا صغيرة وأنا عندي الطموح إن أنا أدخل كلية طبية، لأن أنا بحب الطب قوي، وبحب المواد العلمية عموما أصلا. أنا بحب المواد العلمية جدا، الفيزياء. بس أنت عارفة إن زي ما كانت منا بتقول لك كلية عملية يعني هتحتاج مجهود أكبر، أنت عارفة ده؟ قدها إن شاء الله. دراسة الكيمياء كانت بتستهويك يا إسراء؟ يعني في ناس بتبقى محددة إنها بتحب تدرس علوم أكتر، فعشان كده بتبقى متوجهة ناحية طب بشري. أنت الكيمياء وتعقيدات الكيمياء وتركيبات الكيمياء دي بتعرفي فيها وبتحبيها وحاسة إنك تقدري تدرسيها لمدة 5 سنين كمان؟ أنا بحب الكيمياء جدا على فكرة. طيب التفاعلات الكيميائية بقى. التفاعلات الكيميائية، أنا أصلا الكيمياء أصلا في ثالثة ثانوي أسهل بكتير، وكله يعني مش في ثالثة ثانوي بس، أنا من وأنا صغيرة وأنا بحب الكيمياء، وكمان الفيزياء والأحياء يعني بحبهم دول كلهم، والجيولوجيا كمان. ما شاء الله عليك. ده أنت ما شاء الله يعني قدامها كذا تخصص، تقدر كمان إنها تدخل في كذا تخصص. طيب إسراء، أنت جالك إمتى ضمور العضلات؟ لا، أنا مولودة كده بسبب نقص أكسجين في المخ. نقص أكسجين في المخ، فهو اتولدت كده، مش في وقت محدد، أنا اتولدت كده. طيب
تمام من زمان بقى وانت بتتعاملي مع الموضوع وكملتي دراستك عادي جدا. مين بقى اللي كان بيدعمك يعني الحركه للمدرسه والدروس والمذاكره وكل التفاصيل دي؟ ماما كانت بتدعمني. كل التحيه ليها، صباح الفل عليها وباركلها وقلها يعني ربنا ان شاء الله كلل تعبك بكل خير اهو. الحمد لله. الحمد لله. طيب مين قدوتك يا اسراء؟ نعم. نفسك تبقي زي مين مثلا؟ الدكاتره اللي كنت بقول عنه كلهم. كلهم. ايوه كلهم. اصل انت داخله مجال برضو يعني محتاج تفكير، وبما ان انت بتقولي كنت عايز افهم ازاي الانسان بيتعب وايه المواد اللي ممكن تعالج الانسان من خلال تركيبات معينه، فاعتقد انت مع الوقت كمان ممكن تبتكر حاجات يا منى او تخترع حاجات جديده يعني. طبعا ربنا يمسر حضرتك بالخير يا رب ان شاء الله. طيب انت بقى من متابعتك يعني مثلا في ناس بتحب تتفرج على اليوتيوب، في قنوات بتبقى مخصصه للتركيبات الكيميائيه، في حاجات تفاصيل كده، يمكن وانت صغيره اكتر كنت بتحاولي مثلا تعملي حاجات في البيت من تركيبات كيميائيه، دلوقتي اصلا ممكن واحنا قاعدين في البيت كده تعمل حاجات نوع من انواع الكريم، نوع من الحاجات البسيطه دي، حاولتي انك تعملي حاجه زي كده في البيت؟ لا هو انا ما حاولتش ان اعمل حاجه زي دي في البيت، بس انا كنت بعمل ايه بقى، انا كنت بركز قوي في الحاجات اللي بتحصل، وكنت بقول ده بيحصل عشان كذا وده بيحصل عشان كذا وده بيحصل عشان كذا، حضرتك فاهماني؟ بس انا قويه الملاحظه وبتربطي الحاجه ببعضها. ايوه بالظبط بالظبط كده. ما شاء الله، يعني بنتمنى لك طبعا كل التوفيق في كليه صيدله ويكون عندك فكر مختلف وتقدري تحققي حاجه مختلفه وتستعين بيك ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا مستبشرين خير. كبرى الشركات في مجال تصنيع الادويه. يا رب ان شاء الله. اسراء احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. اسراء وحيد الف مبروك عليكي النتيجه الحلوه المحترمه، ربنا كلل تعبك بكل خير، تستاهلي الخير كله يا اسراء. شكرا ليكي.